السلام عليكم. بهذا الفيديو حنحكي عن كتاب الدكتور سامي عامري، لماذا يطلب الله من البشر عبادته. بصراحة أنا من الناس اللي متابعني على القناة أو متابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، بعرف إنه أنا مهتم بنقاشات الأديان زي ما حكيت بـ 100,000 فيديو، ومهتم برضه بكتب أو بأبحاث الأستاذ سامي عامري. سامي عامري واحد من أهم الناس حاليا المتصدرين المشهد في نقاشات الإلحاد أو الإسلام والمسيحية بشكل عام. وزي ما أنا وضحت بأكثر من فيديو لما قيمت بعض من كتبه بتخص مثلا العلمانية أو مثلا مشكلاته الإشاعة أو مثلا ردود تعيته على القسم أو الإلحاد بشكل عام، أني فعليا أنا شخصيا ما بشوف ردود تعيت سامي عامري بهذا الموضوع فيما يخص الكتب ردود منطقية، بل حتى بشوف أسلوبه ممل جدا بالكتابة، وكمان ما بحب بصراحة أسلوبه بالكتابة، ولكنه دائما لما اشوف مثلا مقاطع فيديو على يوتيوب واشوفه كيف بيشرح وكذا، بالذات لما يرد على الناس بالقضايا اللي لها علاقه بالدين او اللي لها علاقه مثلا بالمسيحيه وكذا، بشوف الانسان قوي، ولكن فيما يتعلق بالالحاد دائما بشوفه ضعيف. وامانه يعني كمان انا دائما لما اعطي مثلا او مثلا اجي انتقد واحد من كتب سامي عامري، دائما في لي اصدقاء بحبوه كثير، وانا شخصيا كمان بحب سامي عامري مع انه عامل لي بلوك على حسابه على الفيسبوك، ما علينا. فدائما بيحكوا لي دائما انه اعطي مجال للاستاذ سامي عامري، الاستاذ عنده متخصص، البني ادم عنده ابحاث، وانا فعليا بعترف انه عنده ابحاث بالاديان، ولكن زي ما حكيت يعني هو يعني كتبه اللي لها علاقه بنقاش الالحاد فعليا بالنسبه لي انا شخصيا كجادي وهي وجهه نظر شخصيه لا تستحق العناء ولا حتى وقتك ولا نقطه، انا ضعيف جدا لانه زي ما حكيت 100 مره بناقش مسلمين مش الشخص اللي هو مثلا بده يناقشه. يعني بكتب كتاب للملحدين بتلاقي كل الكتاب آيات قرآنية، وبتلاقيش فعليا في نقاش منطقي للملحد، بل بتلاقي فقط نقاش إسلامي. فأنا بس بدي أحاول أحكي إن أنا بحاول أعطي سامي عامري زي ما بيحكوها فرصة ونقرأ كتب أكثر له، لأنه في ناس كتاب يعني من أصدقائي بنصحوني بكتبه. ما أنا حكيت متمار إنه فعليا بالإلحاد يعني أو فيما يخص العلمانية سامي عامري فعليا ضعيف جدا، وحتى هو من الناس اللي خلاني أقتنع بالنظام العلماني بسبب كتابه العلمانية طاعون العصا، والفيديو موجود على قناتي هاي وممكن تشوفوه إذا حابين تعرفوا اعتراضاتي على الكتاب. المهم بدون ما نطول حكي خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو الكتاب. كتاب سامي عامري لماذا يطلب الله من البشر عبادته. أنا فعليا كنت ناوي أشتري كتاب، ولكن فعليا حاليا معيش صراحة المصاري تكفي تمام، وكنت بقلب على يوتيوب فلقيت واحد عامل فيديو كامل أتوقع يا ساعة يا ساعتين بقابل كتاب كامل، وحط طابط الفيديو للي بحب يسمعه كامل بالتعليقات. فأنا سمعت الكتاب صوتي وما قاطع يعني ما عندي الكتاب بإيدي ولكني سمعته سماعي. تقييمي بصراحة للكتاب تاع سامي عامري بشكل عام أو يعني مش عارف كيف بدي أبلش، يعني فعليا الكتاب برضه زيه زي باقي كتب سامي عامري بتخص الإلحاد، وأنا هنا بحكي عن وجهة نظري الشخصية، كتاب جدا سيء ولا يستحق. يعني شوف بدك تسمعه سماعي ماشي، بدك تسمعه كشخص مسلم ماشي، بس كشخص ملحد أنت حتضيع وقتك، وقراءتك للكتاب أو اشتراك للكتاب فعليا برضه في ضياع للوقت. ليش يا شادي؟ أول شيء سامي عامري بالكتاب كان محدد الهدف تاعه بداية الكتاب، فهو قال بأول الكتاب إنه التقى بواحد من أصحابه، بعد اكتشف إنه أغلب النقاشات اللي بتصير بين المؤمنين وبين الملحدين أو اللادينيين بشكل عام دائما بتكون يعني دائما في سؤال جوهري بيكون موجود، هو لماذا يطلب الله من البشر عبادته، وليش مثلا الله بيطلب هذا الطلب، ويعني هل هو مثلا غني أو مثلا هل هو مثلا عنده جنون عظمة مثلا، طبعا الله المثل الأعلى ولكن من نوضح الفكرة يعني، وهل مثلا الله بيعتز لعبادتنا، والاسئله هاي يعني بشكل عام تعني العباده تمام. فسامي عامري الكتاب يعني واضح من بدايته هو موضح الموقف تاعه، انا موجه للملحدين. بتيجي بتقرا الكتاب فعليا بتلاقي اول فقط فصل من الكتاب عشان اكون منصف، اول فصل بالكتاب لما يقعد يحكي مثلا انه انت ما بتقدر مثلا تقيم الله ايش هو بيحتاج ولا ما بيعتاز، لانه فعليا احنا ما بنقدر نقيس على الله إشي، لأنه هو الله مش إنسان، أنت بتتصور إنه الإله إنسان فبتفترض قضية الاحتياج، ولكن فعليا الله ليس كمثله شيء. يعني الفكرة هاي بس اللي عرضها بأول الكتاب إنه مثلا أنت ما بتقدر مثلا تحكي إنه الله هل يعتاز أو لا يحتاج، فعليا كان معاه حق فيها. نعم أنت ما بتقدر تعرف إذا الله بيعتاز ولا ما بيعتاز أو بيحتاج ولا ما بيحتاج، لأنه ببساطة أنت بتعمل قياس خاطئ. أنت مثلا بدك تقيس مثلا على إشي
لازم يكون عندك تصور لإشي زيه. أنت لما تقيس مثلا على الإله وتحكي إنه بيعتاز، أنت قصته على الإنسان. وفعلا هو كمان بقعد يحكي عن مغالطة ألسنة الإله، أتوقع اسمها. وكان أنا باجع بحكي أدب هذا الشق لحاله كان جدا ممتاز ومنطقي جدا، وأتفق معاه فيها. باقي نقاط الكتاب وباقي الكتاب فعليا كان جدا سيء لأكثر من سبب. أولا سامي عامة بتعمد دائما التسخيف من الناس اللي برد عليهم، فهو مثلا موجه للكتاب للملحدين، فبس مثلا يقول لك هؤلاء مثلا جهال ويجب أن يستحي على إلحاده. وهذا كمان برضو على فكرة هذا حكى الكلام بأول الكتاب لما رد على الشبهة، وصار يحكي لك كلام مثلا لازم ما تسأل هذا السؤال، لازم تستحي على حالك، ولازم يعني بتحس حالك كانك تتبهدل قاعد، مش انك مثلا جاي تتعلم، لا بتحس حالك قاعد تتبهدل. لماذا تسأل هذا السؤال؟ وهذا السؤال من الجهل ومن الكلام هذا اللي بتحس انت فعليا يعني لو انت مثلا حطيت حالك بمكان ملحد وانت بتقرأ الكتاب انت حتتضايق، يعني ليش بتسب علي؟ انا جاي اتعلم واسمع منك، ليش هيك اسلوبك مثلا؟ فاهم علي كيف؟ انا بصراحة ما بحب اسلوبه بالكتابة، ولكن يعني هذا شيء نسبي، ولكن لازم كان اني احكيه لانه فعليا بيضايقني كثير في سامي عاماي. ثانيا باقي الردود اللي هو طاحها بالكتاب، هو زي ما حكينا موجه الكتاب للملحدين، فاغلب ردود تعيته مثلا قرانيه، مثلا بيجيب لك مثلا ايه بقول لك الله لا يسال عن ما يفعل ولكن انتم تسالونه، واستشهد باي قرانيه صدقني مش متذكر اي، ولكن في اي هيك بهذا المعنى انه احنا بننسال بس الله ما بنسال. طيب يا سيدي انا طبعا كمسلم نعم مش هسال الله، طبعا هذا كلامك صحيح من الناحيه الاسلاميه، ولكن انا ملحد مثلا انا جاي اسالك ليش في كذا وليش كذا، بتروح انت بتقول لي لا يا سيدي هي هيك. طب ما هو ايش الفائده من انك تكتب لي كتاب وتجاوبني على السؤال؟ خلاص كان حطت لي القرانيه وبدون ما تكتب لي كتاب كامل. هذا مثلا يعني من ردوده مثلا الغبيه، عدم المؤاخذه. ولما احكي ردوده غبيه انا لا اقصد سامي عامة، سامي عامة شخص موسوعي وعالم، ولكن رده بالكتاب كان فاشل. برضه كان يستشهد مثلا بالاعتراضات اللي عند مثلا المجتمع الغابي او مثلا اليمين المسيحي مثلا في الدول الغابيه، وهذا شيء غلط فعليا. يعني مثلا لما يستشهد مثلا براتشارد دوكنز مثلا وبهيتشن والجماعه هاي كلها الطيبه، هذول ناس مثلا غابيين عندهم تصور بيختلف عن مفهوم العباده الموجود مثلا في الاسلام. فلما يجي واحد مثلا غابي مثلا زي براتشارد دوكنز مثلا من خلفيه مسيحيه، هو بنتقد التصور المسيحي لفكره الفداء والخلاص والمحبه في المسيحيه. فانت ما بزبط مثلا انك تنقل لي نفس الاشكاليات اللي حكاها براتشارد دوكنز اللي أنا المسلم اللي أنا تصور عن الإله وعن الدين مختلف. يعني هاي بعض مشكلة ثانية أنا عندي. الخلاصة عشان ما بدي أطول الفيديو، يعني لأنه صدقا فعليا الأفكار الكتاب يعني ما شفت فيها أي إشي على القيمة صراحة. الكتاب ككتاب هو جيد ككتاب موعظة ليس كرد على شبهات. إذا أنت مثلا كنت مسلم وكنت بتآمن أصلا بأنه الكتاب اللي هو مثلا الإسلام مثلا والقرآن صحيح، فالكتاب هيكون كويس لك كموعظة. ولكن إذا كنت مثلا شخص لدين اللي هو أصلا الكتاب موجه إلهم، فالكتاب لا حيفيدك وحيضيع وقتك، وفعليا ما بنصحك فيه، وبنصح الجميع فعليا أن يسمع الكتاب صوتي ولا يشتري، لأنه فعليا لا يستحق لا الوقت ولا المجهود اللي حتضيعه عليه. حتى أنا بصراحة صدقا كتبت على موقع Goodreads أو Goodreads مش عارف كيف بلفظ اسمه، كتبت بعضه زي مراجعة خفيفة على الكتاب، ولقيت بعض الناس متفقين معي، كثير ناس حاطين 5 نجم وبيحكوا فعليا الكتاب كتاب موعظة مش كتاب يعني رد على شبهات ولا اي شيء من هذا الحكي. على كل حال هاي وجهة نظري بالكتاب، واتمنى ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. السلام.